عشان أتوب على إيدي يا رب، أتوب وأكون زيك في هجرانك، ويبقى الرب رب قلوب، وعلم قلبي يبقى إزاي يعيش زيك بأحوالك. ما أنا مقدرش أعيش بحنان مع هجري ونسياني، وأعيش مهموم مع الكتمان، وأتأمل في أحوالي، ويوم ما ترد لي سؤال ألاقي الصدق بسؤالك. والشاعر الأستاذ محمد عبد الموهوب، شاعر وفنان تشكيلي. أشكرك يا أستاذ. دي بقى الهدية. نرحب بيها في المساء. نقول حاجة عن الأم ولا وطني لأستاذ الشمندي. أستاذ الشمندي عشان دعاني وانا مشواري ابعد من اسكندريه، هو جاي من اسكندريه انا ابعد، هو جاي من مصر واحنا انا جاي بثلاث مصرات، احنا في 1 اكتوبر وانت في 6 اكتوبر. قصيده قلتها للام والنقد الكبير رحمه الله عليه الدكتور يوسف العزل اللي كاتب لي المقدمه بتاعت الديوان، قال لي دي ممكن تصلح للام، الام الحقيقيه او مصر. فأنا هقولها زي ما تفهموها. سلامتك يا أمه، سلامتك يا مفتاح الجنة، سلامتك يا ريحانة وحنة، سلامتك يا حضن وضم، سلامتك يا نعمة ومنة، سلامتك يا أمه، سلامة قلبك من الأحزان، سلامة عمرك من الحرمان، سلامة قلبك من الأشجان، سلامة عينيك من الظلمة، سلامتك يا أمي، سلامتك من المعاناة، سلامتك من قسوة الحياة، سلامتك من قولة سلامتك من الغمة، سلامتك يا أمي، غمة وهتزول يا بنت الأصول، ودعائك مقبول، وعينيكي بتقول هترجع الفرحة وهترجع اللمة، سلامتك يا ماما. شكرا عبدالله أخويا عبدالله الصديق الرابع سيد محمد عبدالله. شكرك يا حبيبي يا دهب.